قدم مركز عدالة التماسا عاجلا للمحكمة العليا يطلب فيه إصدار أمر احترازي وتعيين جلسة عاجلة للتداول في عدم تطبيق مصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي تعليمات وزارة الصحة بالنسبة لتوفير ظروف مناسبة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن القلبوع. كما طالب الالتماس المحكمة بإصدار أمر يلزم مصلحة السجون نشر معلومات مفصلة متعلقة بوضع كورونا في السجون بما في ذلك الفحوصات ونتائجها والظروف الموفرة للأسرى والخطوات الوقائية المتخذة على أن يتم نشر هذه المعلومات بشكل يومي وباللغة العربية. للمزيد من التفاصيل نستضيف معنا المحامية عن مركز عدالة ميسانة مراني. أهلا وسهلا بك ميسانة. أهلا. بداية يعني لو تحدثينا عن الظروف التي يعيشها الأسرى في سجن القلبوع بالتحديد والتي على أثرها قمتم في تقديم الالتماس. طبعا الالتماس زي ما ذكرت احنا طلبنا في تعليمات وتوصيات وزارة الصحة الوقائية من الكورونا وعلى الوجه الأخص موضوع الحفاظ على الابتعاد الاجتماعي عن كل مسافة 2 متر اللي ممكن تحمي الناس من أنه تصاب في العدوى بسبب فيروس الكورونا. بطبيعة الحال ظروف السجن هي مش مناسبة وما بتسمح في الحفاظ على الابتعاد الاجتماعي، بس سلطة مصلحة السجون لم تأخذ أي خطوة في هذا الاتجاه بأنها تحافظ وتوفر الشروط التي تسمح للأسرة بالوقاية من فيروس الكورونا. فعلى سبيل المثال إذا بنحكي عن سجن القلبوع إحنا بنحكي إنه في كل زنزانة في الأقسام الأمنية في هنالك 6 أسرى ما في زنزانة لا يتعدى مساحتها 22 متر، يشمل المرحاض ويشمل المناطق المشتركة اللي يستعملها الجميع بالاضافه الى 3 اسره من طابقين، فبالتالي ما في ولا اي مجال انه يكون يعني حتى لو الاسره يعني جلسوا على اسرتهم كل النهار ما في مجال للحفاظ على بعد بين الاسير واسير بحسب توصيات وزاره الصحه. فمثلا بين السريرين الموجودين فوق بعض احنا بنحكي عن بعد 80 سم 90 سم في احسن الحالات، وهذا بطبيعه الحال بشكل خطر على الاسرى، بالاخص انه احنا بنعرف انه السجون هي يعني اماكن اللي فيها خطوره كبيره من ناحيه انتشار الفيروسات بسبب الاكتظاظ العالي والظروف الصحيه الرديئه اللي بتوفرها مصالح السجون. نعم، يعني هل برأيك هذا الإهمال بالتعامل مع الأسرى في سجن القلبوع ينبع من كونهم أسرى فلسطينيين، علما بأنه في أقسام أخرى في سجون أخرى تم يعني الحفاظ على التعليمات والتباعد الاجتماعي؟ يعني الخطوات اللي اخذتها مصلحه السجون للحفاظ على الاسره كانت خطوات اللي منعت الالتقاء مع العالم الخارجي زي ما هن بسموه، عن طريق منع زيارات المحامين، عن طريق منع زيارات العائلات، عن طريق تغيير ساعات عمل السجنين، بس ما كان في اي خطوات على حد علمنا اللي بتوفر حماية ووقاية في قلب السجون. وحاولنا يعني قبل الالتماس هذا حاولنا على مدى شهر كامل إننا نعرف مصلحة السجون شو الخطوات اللي قمتوا فيها من أجل الحفاظ على الأسرى، مش بس في القلبوع إنما في باقي السجون، من شو الظروف اللي كيف تعاملتوا مع موضوع الابتعاد الاجتماعي وشو الظروف اللي وفرتوها. ما نجحنا نأخذ منهم ولا أي جواب عن أي خطوات قاموا فيها في هذا الصدد، وهذا بحد ذاته مؤشر جدا سيء وكثير شكوك في أنه لم تأخذ خطوات في هذا الاتجاه، لما إحنا بنعرف كمان أنه أصلا الظروف في السجن والاكتظاظ العالي هو يعني في مشكلة اكتظاظ للحياة يعني من ناحية اليوم يوم، من ناحية إيش المفروض يكون الحد الأدنى من المساحة الإنسانية لازم تتوفر للأسير مش عم تتوفر، فأكيد هاي المساحة ما بتسمح كأنه يكون في وقاية في فترة الكورونا. بالإضافة لهذا يعني هذا بيجيبنا للجانب الثاني من الالتماس اللي تطرق لإلزام سلطة السجون ومصلحة السجون بنشر معلومات بشكل يومي عن ايش عم بيصير في داخل السجون. فيعني زي ما احنا كل يوم وزاره الصحه يعني والحكومه بشكل يومي بتنشر ايش عم بيصير وكم من فحص وكم من وشو النتيجه وكل التعليمات، وهي جزء جدا مهم من انه الواحد يعرف
ايش كيف يتعامل مع هاي الحاله الخطره. مصلحة السجون هناك تعتيم كامل عن ايش عم بيصير في قلب السجون، وبتكتفي في تعليم في يعني في تصريح جدا عامي عن انه ما فيش حالات. طب انعملت الفحوصات وين، شو نتائجها؟ وتخيل انت وضع العائلات لما ما فيش عندك زياره من شي شهرين، ما فيش ولا اي زياره ولا اي تواصل مع الاسره، لا من المحامين ولا من عائلاتهم، وقبل فتره منعوا اعضاء الكنيسة كمان من الزياره. فبالتالي بصفي انه في سيطره كامله لمصلحه السجون على ايش عم بيصير، ما في ولا اي مجال لا يكون في اي نوع من الرقابه. وهون كمان اهميه يعني نشر المعلومات وتوفيرها بشكل اللي يسمح انه نعرف شو اللي عم بيصير. نعم، سؤال اخير ولكن باقتضاب لو سمحتي، يعني ماذا تتوقعون ان يكون رد فعل المحكمه على هذا الالتماس وقرارها ايضا؟ يعني ماذا تتوقعون؟ يعني احنا بنامل في هذا الالتماس على المستوى الانساني الاساسي طبعا، في شروط يعني الواجب الاخلاقي الحد الادنى من انك ما تحط الناس في خطر عن طريق الشروط اللي مصلحه السجون بتفرضها على الاسرى. فالمفروض انه يكون في خطوات بالحد الادنى من الخطوات اللي تسمح في الحفاظ على حياتهم وعلى صحتهم. بطبيعه الحال يعني احنا واعيين لصعوبه تدخل المحكمه، ولمرات كثير اللي بتتجنب انها تتدخل في هاي الامور. نعم. بس احنا جدا مؤمنين في مصداقيه هذا الالتماس، والحاجه يكون خطوات تحرك سريعه من اجل الحفاظ. نعم، المحاميه ميسانه موراني من مركز عداله، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.